اليوم بعون الله وحفظه أقدمت على الإجراء القانوني المتمثل في الإنابة القضائية. الإنابة القضائية التي عملت على إيداعها بالمحكمة الإدارية بمكناس الإنابة عدد ملف تنفيذ 828/2018/1 بناء على المادة 7 من القانون المحدد للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات الفصل 439. يتصرف رئيس مصلحة كتاب الضبط الموقع أسفله إلى السيد رئيس كتاب الضبط بالمحكمة الإدارية بمكناس نابة تتعلق بتنفيذ الحكم 2345 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/6/2017. الله أكبر وكبيرة فال إن شاء الله الرحمن الرحيم. ضد الإدارة الترابية للجماعة القروية بتنفيذ دائرة بومية ميلت، وذلك للقيام بإجراء التنفيذ وإخبار مآل هذه الإنابة. والموافقات نسخة طلب مواصلة التنفيذ بعد أن تم استصدار الغرامة التهديدية في حق رئيس الجامعة في حق وزير الداخلية بعد أن امتنع بذريعة أن الاختصاص يعود لرئيس الجامعة القروية أي تنفيذ. والحكم 2345 الصادر بتاريخ 15/7/2017 الكاسب لقوة الشيء المقضي به أي هاته النسخة التنفيذية قضى بإلغاء قرار العزل المتخذ أو الصادر عني الصادر عن وزير الداخلية عدد 115 بتاريخ 2014/16/4/2014. وها هو الحكم. وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور، كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لديهم مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قوات وضباط القوات العمومية، وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونا. إذن هادي عبد العزيز زريفي. وقد أحيل هذا الملف أو هذا الحكم على محكمة الدرجة الثانية وأيدته، بينما تجرأ ضدا عن القانون الوكيل القضائي للمملكة وأصدر فيه صعوبة التنفيذ، وتم استئناف هذا الحكم أمام محكمة النقد، والتي قالت كلمتها في القرار 1146/1 المؤرخ في 1/11/2018 قضى بتأييد قضت محكمة النقد برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. والوكيل القضائي للمملكة هو الذي أصدر مذكرة النقد
ضدا على الحكم بعد أن أصبح نهائيا وكاسبا لقوة الشيء المقضي. ده الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد رئيس الحكومة وعن السيدين وزير الداخلية وعامل إقليم ميدلت بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية. واليوم نهاية المطاف، جئت بهذا الملف وأحلته على المحكمة الإدارية بمكناس بمكناس وأحيل على المفوض القضائي الأستاذ مالك التابع لابتدائية ميدلت ليقوم بإجراء التنفيذ، وفي انتظار ما ستؤول إليه هاته الإجراءات في مجملها. ومع قرب الاستحقاقات سيكون من الصعب على رئيس الجامعة القروية بتنفيذ الامتناع، وإلا سنخوض معارك شرسة مطالبين إياه بالتنفيذ أو الرحيل. إذا بعد هذا الصبر، بعد هذه المعاناة كلها، نتمنى خيرا وتحية نضالية لكل مساندينا وداعمينا ملفنا هذا.